الحديث عن هذه الآيات العظام التي تحدث في دنيانا معشر العباد، فإن فيها آيات يرسلها الله جل جلاله تحمل في طياتها من معاني الاتعاظ والادكار وإيقاظ القلوب وإيقاظ النفوس البشرية لمعرفة الحقائق. اسمعوا إلى قول الله جل جلاله في ختام سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. والذي يتأمل في هذا الوباء المعاصر كورونا يجد أنه يجمع بين كونه آية في الآفاق وآية في الأنفس. أما الآفاق فقد طبق الدنيا من شرقها إلى غربها، وتجاوز البحار والمحيطات، وعطل الحياة وأوقف كل شيء. وأما كونه آية في النفس فما أصابها من مرض وما أصابها من وباء صعدت معها الأنفس وتلفت الأرواح وازدادت معدلات الوفيات، هي آية إذن ينبغي أن نعيشها بما تحفه الآيات الربانية التي يسخرها الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك المعنى العظيم في عظمة الله وتدبيره لهذا الكون. أثبت هذا الحدث عجز البشرية رغم تطور الحضارة المعاصرة ورغم قدرتها على تطويع وتسخير كثير من مجريات الحياة ومما سخر الله في هذا الكون، إلا أنهم وقفوا أمام فيروس مجهري لا يرى بالعين المجردة، إذعانا بأن شيئا ما يفوق قدرة البشر. لنعود إلى عقيدتنا معشر المسلمين، ونحن نكرر كل يوم وليلة: الله أكبر. فهو أكبر من كل ما يعيشه البشر في دنياهم بأسبابها وتمكيناتها وحضارتها وأدواتها. فعظمة الله وحقارة الإنسان، قوة الله وضعف الإنسان، غنى الله وفقر الإنسان، كل ذلك نجده ملموسا واضحا في تلك الابتلاءات العامة وتلك التقديرات الإلهية التي تعيشها البشرية بقدر عظيم من الصعوبة والعجز التي تحفها تلك المعاني.